عشق الفن منذ صغره، كبر وكبر حلمه معه، طمح في أن يكون في يوم ما فنان، وها هو الآن. والله البدايات كانت يعني أيام الطفولة، يعني من يوم كنت طفل كنت يعني مع ألعابي، الوالد يعني شاف أن عندي موهبة الإخراج والحس الدرامي والسيناريو، أن أنا أسوي أحداث في الألعاب وكذا وهاي طقدي وحوارات. شوي شوي إلى أن لما صارت عندنا كاميرا فقمت أصور الألعاب ولقطات وأحول هاي المشاهد اللي كنت أسويها إلى فيلم، وبعدها قمت أسوي أفلام مع عيال خالتي عيال عمتي في بيت يدتي يعني في الحوش وشذي، وتعال أنت من هني وأنت لحق كذا. شوي شوي إلى أن طمحت سويت فيلم لمهرجان، فيلم بعنوان المجهول، وهاي يعني كان إنتاجه بشكل يدوي، يعني مو من برامج أو كمبيوتر، يعني من كاميرا ومسجل وفيديو وكذا. إلى أن جاءت الأفلام يعني الحمد لله فيلم ورا فيلم ورا فيلم إلى أن وصلنا إلى الآن. ونفس الوقت إن يعني أنا وقفت إنتاج الأفلام فترة، وتميت كنت مهتم بالأغاني الراب والرقص الاستعراضي يعني بريك دانس وكذي. فبعدها رجعت لإنتاج الأفلام والتمثيل اللي هي كانت الأساس عندي. رجعت في فيلم اسمه الوردة السوداء، يتكلم عن معاناة مغني الراب العربي في الثقافة العربية، وإلى أن عقب هي فيلم بدور ومسلسل ضحايا وغيره وغيره وغيره. ورث الفن من أبيه، فكان له بمثابة سلم يصعد به نحو النجاح. والله طبعاً الأول والأخير يعني أول من وقف معاي وساعدني واكتشف هذا الشيء طبعاً والدي. يعني أبوي الله يحفظه ويطول في عمره هو مثابة يعني مدرستي الحياتية والفنية، هو من احتضني، هو مركز الموهوبين اللي رب العالمين أوجدني فيه في هذه الحياة. فالحمد لله، وأتمنى أن أكون يعني عند حسن ظنه. وأيضا ما أنسى فضل أساتذتي في الفن في الورش اللي حضرتها في التمثيل وفي الإخراج، أستاذ عبدالله السعداوي، أستاذ عبد الله ملك، أستاذ محمد صفار، أستاذ حسين منصور، أستاذ محمد العواد، وغيرهم 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 في الورش اللي كانوا يشجعون وكانوا يثنون على امتلاكي للقدرة على التمثيل والإخراج. وما أنسى أيضا تشجيع يعني في مجال السينما أيضا أستاذ فريد رمضان، أيضا في أول فيلم أخرجت لي كان شجعني فيلم أحلام، يعني قال لي واصل وكذا. ما أنسى تشجيع أستاذ جمعان رويعي هو أول من أعطاني فرصة أن أنا أمثل بشكل رسمي في مسلسل بحريني، مسلسل برايحنا، وأشكره على هاي الفرصة. وأنا معجب جدا يعني بأستاذ جمعان رويعي من يوم كنت صغير يعني في تمثيله وإخراجه. قدم العديد من الأعمال الفنية في مسيرته الناجحة من قناء ورقص استعراضي وغيرهم من الفنون. والله نوع الأعمال اللي نقدمها يعني على مختلف، يعني أنا جربت يعني أكثر من يعني مجال فني، يعني غناء، رقص استعراضي، مسرح، أفلام. فحالياً وايد مركز على الأفلام والتمثيل السينمائي والتلفزيوني أو أي شيء فيه، لا حتى لو إنتاج إذاعي يعني تمثيل أو إخراج فيه أحاول أركز عليه، لأنه أشوف هاي أكثر شيء اللي أنا أقدر ممكن أبدع فيه أو أقدر أنه أكون متمكن فيه وأرسل يعني أوجه الرسالة بالشكل يعني أقدر أقول أنه احترافي. تربى وترعرع في قرية البديع، تلك القرية التي أصبحت شوارعها وأسقتها متنفس للفن وأصبحت مركزا له لإظهار فنه المتميز. طبعا هالمنطقة يعني قرية البديع يعني هي المنطقة خصوصا بالذات هاي الدواعيس اللي مرينا فيها، يعني هذه أكثر أماكن صورنا أفلام فيها ومشاهد فيها مطاردات، سواء مشاهد يعني دراما، حوارات، غيره. أغلب أفلامنا تصورت في هاي المنطقة وفي هاي الدواعيس بالذات من سنة 1995 في فيلم وثائقي اسمه حبيبة الشمس من إنتاج الوالد، وكان أنا عمري حزتها يمكن 4 سنين 5 سنين. فهذه المنطقة أساساً منطقة البداية هي منطقتي، تعني لي الكثير وأيضاً تعني لأعمالي الكثير، وثقتها في كل تقريباً أعمالي. ونفس الوقت أنه يعني أحس نشأتي هنا، فيها بداياتي، فيها أول خطواتي في 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 التصوير. أول عمل أنا أظهر فيه أمام كاميرا كان في هاي المنطقة وفي هاي الدواعيس، وايد تعني لي هالمنطقة.
تتميز أعماله بالتأثير في النفس، فهو لا يحصر نجاح أعماله بعدد المتابعين بل بتأثيرها عليهم. والله إقبال الجمهور على الأعمال الحين شوي، يعني قبل وسائل التواصل الاجتماعي كان معرفة إقبال الجمهور مختلفة عن الحين. الحين في احتمال الناس تشوف أن كثرة المتابعين هي الإقبال على الأعمال، وأنا ما أيد بالكلام. أنا أحس إذا تشوف النتيجة اللي أو الشيء اللي أنا طرحته في الشسمة في العمل نفسه، إذا شفته تحقق عند الناس أشوف هاي إقبال. لما يتأثر شخص بفيلمك، يعني مثلاً عندي فيلم اسمه طريق آخر، وكان يتحكي عن تقدير الوقت وتقدير الدراسة، كان هدفه يعني الطلبة الجامعيين. لما تشوف التأثير من الفيلم دي يصير عند المشاهد، ها أنا أحس إقبال. ما يعني ما أخذ نظرية الإقبال بحيث كم واحد شاف الفيلم أو كم واحد قاعد يتابعني شخصياً، أشوف إنه بالتأثير. يعني العمل نفسه، هل الفكرة اللي أنا طرحتها في العمل صارت جزء من سلوك الشخص اللي شاف الفيلم، أو صارت معتقد، أو صارت قناعة شخصية للشخص، هاي أعتبر إقبال يعني في النهاية. طموح في المستقبل، أحلام تتطاير، نظرة إلى الأمام مليئة بالشغف والإصرار على التكوين، هذا ما يطمح إليه. طبعا السؤال عن المستقبل وايد أسأل نفسي، وطبعا كل يوم جديد من حياتي يعني أسأل نفسي السؤال من جديد، كل يوم تتغير الإجابة أو تضاف عليها أشياء جديدة. بس كل اللي أتمناه في المستقبل يعني إن رب العالمين المواهب اللي وهبني إياها أتمنى إن يعني أكون جدير بها وأخذها على محمل الجد وأدي واجبي فيها ومسؤوليتي منها، يعني وأي عمل فني كان، سواء كان فيلم، أغنية، كان عرض استعراضي، غيره، المهم إن أنا أوصل مسؤوليتي منه. أتمنى في المستقبل، بما أني أنا مركز على السينما وايد، أتمنى إن في المستقبل أقدر أسس شركتي الخاصة في إنتاج الأفلام السينمائية، وأتمنى إن هذه الشركة مثلاً كل 6 شهور تنزل فيلم، يعني ويكون إنتاج سينمائي حال إنتاج السينمائي للأفلام العالمية، وسنوياً ينزل الفيلم. فأتمنى ذي الفرصة، وأتمنى الشيء المهم حالياً يعني أن أشوفه في المستقبل، أني أكون ماركة فنية مثل ماركات يعني ثياب وكذا، أكون أنا ماركة فنية في أي عمل أحط يدي فيه تكون لي بصمتي الخاصة، سواء كان العمل تحت إشرافي أو أنا مساوية أو أنا مشارك فيه. أتمنى أن أترك بصمتي اللي الناس تعرفها مني.